بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. خبر النهاردة سمعته، وعلى فكرة بنشوف كل ده بيحصل كذا مرة كل يوم لشباب صغيرين، زي وفاة اللاعب أحمد رفعت النهاردة لاعب نادي فيوتشر، وحصل قبل كده من 4 سنين للاعب اسمه إريكسون لاعب الدنمارك من 4 سنوات صح كده، وبرضه توقف قلبه في الملعب أو أغمى عليه في الملعب. وأنا بعمل الحلقة دي عشان حاجتين. اول حاجه عشان اوريك ان الدنيا مش مستاهله حاجه خالص، انت ممكن تموت بدون سبب، لدرجه ان انت ممكن تدور على السبب، وهقول لكم ايه الاسباب اللي ممكن تخلي واحد يموت وهو شاب صغير ما عندوش اي مرض، ومعظمها للقلب او المخ. يعني خلي بالك الاغماء اكتر سببين ليه القلب او المخ، لان المخ بيحتاج دم شغال على طول، لو توقف الدم 3 4 ثواني، يعني القلب بيدق كده وبعدين يملى دم ويدق تاني، يملى دم ويدق تاني، بيغذي كل الجسم، اهم حته في الجسم بتتغذى هي المخ. فلو دق منهم بعد ما دقها ارتاح وما دقش اللي بعدها، ما دقش اللي بعدها، ما دقش اللي بعدها، الا بعد فتره طويله يغمى عليه، لان الدم محتاج يوصل للمخ بشكل مستمر. ف 90% من حالات الاغماء بيبقى سببها المخ، ان ما وصلوش دم، اما بسبب مشكله في شرايين المخ، الشرايين حصل فيها انقباض فالدم ما وصلش، او ان الموتور اللي بيرفع الدم ضغطه نزل او لذلك لما مثلا واحد يشوف منظر صعب قوي قدامه، واحد مثلا اتعور، ولا واحد في حادثه، ولا واحد في جرح جامد، ولا واحد مثلا دخل المشرحه لاول مره في كليه الطب، يجي له اغماء ويقع، بيسموها فازو فيجال اتاك. وفازو فيجال اتاك معناها ايه؟ معناها ان هو، ومش ده اللي حصل طبعا، بس دي احد اسباب الاغماءات، انه ضربات قلبه اللي كانت شغاله كده بسبب نشاط عصب من الاعصاب اللي بتطلع من المخ اسمه العصب الحائر، بطأت القلب، فالقلب بقى يدق بالراحه قوي، فمفيش وقت، الوقت اللي بين كل دقه والتانيه طويل، فالدم ما وصلش للمخ فيغمى عليه، وساعتها افضل حاجه انك تخليه يفضل نايم وترفع رجله. ولذلك انا بتضايق شويه ان احنا المفروض نعمل كورسات لبتوع الملاعب، كورسات لبتوع المولات، كورسات للي فيها التجمعات الكتير، كورسات عند الكعبه، عند المسجد النبوي، عند الاماكن الزحمه. ما ينفعش يبقى كل اللي بنعمله ان احنا بندور على تليفون عشان نشحن رصيد، عشان نرن على الاسعاف، عشان يجوا يشيلوه، عشان نروح بيه المستشفى، عشان واحد هناك يسعفه. طب ما هو ال 18 20 دقيقه دول هيكون حصل مشكله. لذلك لو شفت واحد اغمى عليه قدامك نتيجة منظر، مثلا واحد شاف حادثة فأغمى عليه، واحد في امتحان أغمى عليه، واحد اتضايق من حاجة أغمى عليه، واحد شم ريحة صعبة أغمى عليه، واحد مثلا شاف تعويرة، ولا شاف جرح، ولا شاف حد بيدي حقنة، منظر كده مقزز فأغمى عليه، دي بيسموها يعني باللغة الإنجليزية فازو فيجل أتاك، وباللغة العربية إن الأوعية الدموية بتاعة المخ ما وصلهاش دم نتيجة انخفاض في عدد دقات القلب، فما وصلش دم للمخ، والمخ ده هو اللي بيدي كهرباء للإيد والرجل، فالإيد والرجل اللي مفروض بيتحركوا وأنا ماسك نفسي هو صاحي ما وصلهمش دم، فما وصلش دم للمخ اللي بيديهم كهرباء، فما فيش كهرباء، فجسمي كله ساب فوقعت. فأول حاجة أعملها اللي حصل له كده إن أنا أخليه نايم وأرفع له رجله، في حين إن كتير قوي بشوف يمسكوه زي ما هو كده ويقعدوه على كرسي. طب ده كده الدم بيتزحلق لتحت، انا عايزه نايم وارفع له رجله عشان الدم يتزحلق من رجله على قلبه وعلى مخه، فالدم يوصل لمخه، مخه اهم من رجله، ارفع له رجله مش اقعده مخه يبقى فوق ورجله تبقى تحت والدوخه تزيد اكتر. فدي اول حاجه. الحاجه الثانيه ان كتير من سبب توقف القلب بيكون نتيجه جلطه في القلب، واتوقع ده ممكن يكون سبب لاحمد رفعت، وخاصه ان عملوا له قسطره، عرفت يعني من حد من الكباتن او اللعيبه، او ممكن لو انا تابعت الحلقات اعرف اكتر، او مش لازم في الواقعه دي بالذات، كتير بيحصل جلطه في القلب تعمل توقف في القلب، وساعتها بتحتاج انك انت تفتح الشريان اللي تسد بسرعه، تدخل من الايد، من الشريان بتاع الايد او من الشريان بتاع الرجل، وتدخل واير كده، والواير تفضل تدخله، هو هيوصل للقلب لان الشريان اللي مودي للايد طالع من القلب فيرجع للاورطه، والاورطه ده اللي هو الشريان الرئيسي اللي بيدي فروع للايد والرجل، هو بيطلع من القلب، القلب نفسه بيضخ شريان رئيسي كده كبير اسمه الشريان الاورطي، الشريان الاورطي ده اول ما يطلع ورا العظمه دي في نص الصدر، اول ما يطلع بيلف كده، وهو بيلف كده يدي فرعين للدراع وفرعين للمخ، وبعدين بعد ما ينزل
يدي فروع للصدر، وبعدين ينزل يعدي الحجاب الحاجز يدي فروع للكبد والكلى والبطن، وبعدين يتقسم واحد للرجل دي واحد للرجل دي، يبقى كده القلب غذى كل الجسم. فلما تدخل من الايد او من الرجل في النهايه هتوصل للاورطه، ومن الاورطه تدخل يمين او شمال بانك بتحرك الواير من بره بطريقه معينه، فتدخل في الشريان اللي بيغذي القلب اليمين او الشريان اللي بيغذي القلب الشمال، تحقن صبغه فترسم لك الشريان، اما يبقى سليم كده او يبقى سليم وفي حته ضيقه، فبتدخل بعد كده بواير تاني في بالونه تنفخ الحته الضيقه دي وتحط جواها ماسوره اللي هي الدعامه عشان تمشي الدم تاني. بس لازم تعمل كده بسرعه، لانك لو اتاخرت وفضل الشريان مقفول وانت مستني، وبعدين لقوا مفيش مكان في المستشفى فراحوا مستشفى تانية وانت مستني، وبعدين ما لقوش مكان تاني، هتفتح الشريان متاخر هيكون في حته من القلب ماتت. زي اللي كلمني واحد امبارح مثلا قال لي انا اخويا الكبير كان ماشي معانا في الشارع وبعدين داخ كده وقع، وبعدين لقيناه عوج بقه افتكرناه بيستهبل، وبعدين لقينا ايده ورجله كده سابه على الارض. فيعني من خبرتنا عرفنا ان دي جلطه في المخ، لانها اثرت على نص جسمه، ايده ورجله اليمين كلهم ما بقوش يتحركوا. فروحنا بيه مستشفى بس خاصه من غير ما اقول اسمها، فقالوا لنا معاكوا كام، فكان معانا 22000 جنيه فحطيناهم في المستشفى، فعملوا لنا بيهم اشعه وتحليل، أشعة مقطعية على المخ عشان يعرفوا ده نزيف ولا جلطة، عشان لو هو جلطة بندي دواء يسيل، لو هو نزيف ما بنديش دواء يسيل، فطلعت جلطة. وبعدين قالوا لهم عشان نعالجه عايزين مبلغ كبير وهنعمل له قسطرة في المخ، فمعاكم المبلغ ده؟ فقالوا له لا مش معانا، فقالوا له خلاص روحوا بيه مستشفى تانية. فالراجل بيكلمني بيقول لي احنا رايحين بيه مستشفى تانية، فبقول له طب وعملت ايه لما رحت المستشفى الأولانية؟ قال لي عملت أشعة وتحاليل. قلت له أيوه يعني عملت ايه؟ قال لي عملنا اشعه ايكو وعملنا اشعه مقطعيه على المخ. قلت له ما شاء الله، واشعه على الصدر واشعه على البطن عشان يعني يحللوا الفلوس، واشعه مش عارف ايه وتحليل ايه. طب كويس، وبعدين ادوا له ايه بقى؟ وتحليل سكر وتحليل كلى. ايوه ادوا له ايه؟ وتحليل كبد وتحليل صوره دم. ايوه ادوا له ايه عشان الجلطه؟ ما ادولوش حاجه. ما ادولوش اسبرين يقرقشه عشان يعمل سيوله؟ لا. ما ادولوش حقنه تحت الجلد كده بتاعت سيوله عشان تسيل الدم؟ لا. ما ادولوش طيب حقنه للاعصاب فيتامين بي عشان تقوي الاعصاب ويرجع يحرك اعصاب ايده ورجله تاني؟ لا. ما ادولوش اي حاجه؟ لا. ما ادولوش سيجاره طيب حتى وهو ماشي؟ امال عملوا ايه بالفلوس؟ عملوا اشعه. يعني انت دلوقتي معاك الاشعه؟ طب اقول لك حاجه، حط الاشعه دي في ميه وخليه يشرب الميه هيقوم تاني. احنا عاوزين علاج، وده هدفي من الحلقات دي، ان انا اعلم الاسعافات الاوليه اللي ممكن تكون سبب للعلاج. زي ما قلت دلوقتي ان ممكن يكون اول سبب الدوخه فتخليه ينام ويرفع رجله. تاني سبب ان يكون جلطه، بالذات لو حط ايده على صدره جامد وصوت قبلها قبل ما يقع، وساعتها مهم قوي انك انت تديله لو هو لسه فايق اربع اقراص اسبرين يعرقشهم، وتوديه بسرعه يعمل قسطره يوسع الشريان. تالت سبب وغالبا ده اللي ممكن يكون حصل لاحمد، ان يحصل له مشكله في كهربه القلب تخلي القلب يتوقف، وده اللي اتقال بعد كده ان قلبه توقف، وساعتها بنشوف السبب الكهرباء، مشكله في كهربه القلب، وساعات بتبقى وراثيه، ان القلب يسرع جدا 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 لحد ما يحصل حاجه اسمها ارتعاش في القلب، بدل ما بيدق كده بس بسرعه قوي يرتعش كده ويدق كده، فما بيضخش الدم، فبالتالي خلاص ما فيش دم رايح للمخ فتدوخ وتقع من طولك، وده يعني مشكله كبيره جدا جدا جدا. وساعتها ده يعني لو عندك مثلا لا قدر الله حد في العيله حصل له كده وتوفى، لازم تشوف اخواته وقرايبه، وقرايبه من الدرجه الاولى، الاب والام، الاخوات، الاولاد، لان ممكن يكون نفس الوراثه اللي عملت لهم كهرباء في القلب تعمل الموضوع ده تاني. واشهر حاجه بتسبب الموت الفجاه مرض كده عندنا اسمه هوكم، HOCM، هايبرتروفيك اوبستراكتيف كارديوميوباثي. مايوباثي يعني ضعف في العضله، كارديو يعني القلب، يعني ضعف في عضله القلب، هايبرتروفيك يعني في هايبرتروفي يعني في تضخم، اوبستراكتيف يعني بيقفل مكان الدم، يعني تضخم في عضله القلب من كتر ما هو زياده بيقفل مسار الدم، فمفيش دم يروح للمخ فيدوخ ويقع وممكن يوقف القلب. دي اكتر اربع اسباب توقف القلب نتيجه او تعمل اغماء نتيجه القلب. ان يكون بس حد شاف منظر قدامه وقع وداخ، وده ساعتها تخليه نايم وترفع رجله. ان يكون واحد قال اه وعرق جامد وماسك صدره وبيصوت، وده تديله اربع حبات اسبرين يقرقشهم لحد ما نروح ونعمل له تحليل جلطه، ولو لقينا تحليل الجلطه ايجابي ولقينا رسم القلب مبين ان ده فعلا جلطه والدم اتجلط وفي شريان مسدود، لازم نعمل له قسطره ونوسع الشريان، بس في خلال ساعه، لو اكتر من كده مش هيستفيد ويرجع يموت تاني بعدها، زي ما ممكن يكون ده اللي حصل للكابتن احمد.
ممكن يكون نتيجه كهرباء في القلب، وده ساعتها بتلاقي العيان قبلها مبين ان في مشكله، يقول لك انا بحس بضربات قلب سريعه، بحس برفرفه، بحس بدقات، وتعمل له رسم قلب يبان تضخم، وتعمل له اشعه ايكو يبان موضوع الهوكم ده ان العضله متضخمه قوي، وده ساعتها لازم تدي له ادويه تظبط دقات القلب عشان قلبه ما يسرعش ويقف. ولكن في النهايه بعد ما اتعلمنا كل ده، يعني ادينا بنتعلم عشان تكون سبب لاحياء الناس، يموت مريض الجلطه والاسبرين جنبه على الكومودينو وهو في السرير ومراته شايفه الاسبرين، ولكنه وهو وهي لا يدري، ما يعرفش انه يمكن لو كان قرقش كام اسبرينها كان فرق، لو كانت رفعت رجله كان فرق. لو كانوا اتعلموا الحاجات دي بدري قبل ما يروحوا للمستشفى كان فرق، لان تايم از ماسل، كلما يمر التايم كلما تموت المصل، كلما يمر الوقت كلما تموت جزء من المصل او من العضله بتاعه القلب. وصحيح بتضايق قوي لما اقول كلمه توقف عضله القلب، هو توقف القلب، توقف عضله القلب هو توقف القلب. هو القلب عباره عن ايه؟ يعني انت لو جبت مثلا القلب بتاع الخروف هو عباره عن ايه؟ عظم وجلد ولحم، هو كله عضله، هو كله عضله، عضله بتضخ الدم. فتوقف القلب يعني توقف العضله بتاعه القلب وتوقف مضخه القلب. وقفت ليه؟ لثلاث اسباب اكتر رئيسيه، اما ان يكون الكهرباء اللي بتوصل لها النبض الكهربائي حصل فيها خلل نتيجه التضخم، العامل الوراثي اللي قلنا عليه، وساعات يكون في مشكله في كهربه القلب، حته كده بتعدي كهربه القلب. الماجستير بتاعي كان عن كهربه القلب، كان حتى ساعتها سؤال الماجستير سؤال واحد بس، قول لي ازاي اللي بيموت نتيجه كهربه القلب نتيجه جلطه بيموت. حتى ساعتها قلت للدكتور بيموت ازاي؟ بيموت كده اهو. قال لي لا اشرح لي بيموت ازاي طبيا. طلع سبحان الله ان كهربه القلب بتطلع من بطاريه القلب، القلب موجود هنا في النص، وفي اعلى مكان فوق على اليمين في حته لحمه صغيره اسمها بطاريه القلب، البطاريه دي بتطلع كهربا فالقلب كله يدق مع بعضه. فلو في حته ميته من القلب الكهربا ما بتعديش فيها، بتعدي يمينها وشمالها، وليكن مثلا الحته اللي ميته دي هي الحته دي مثلا، فالحته دي لونها ابيض كده، نسيج متليف ميت فما بيوصلش كهربا، فالكهرباء الاول كانت بتعدي في كل القلب والقلب كله يضخ مره واحده، دلوقتي بقت الكهرباء ما بتعديش في الحته دي لانها حته ماتت متليفه نتيجه ان جاله جلطه في الشريان اللي بيغذي الحته دي، فالحته دي ماتت مثلا، فالكهرباء تيجي هنا ما تعرفش تعدي، فتعدي يمينها كده وشمالها كده، يمينها كده وشمالها كده. فمره من المرات وهي بتعدي يمينها كده تبقى ماشيه بالراحه، وهي بتعدي الناحيه الثانيه تبقى ماشيه بسرعه اسرع من اللي عدت من الناحيه الثانيه، فتلحقها وتلف، فلما تلف تعمل لفه كامله زي ما تقول كانها عملت قفله، فتدي كهرباء لكل القلب في وقت واحد، والقلب ساعتها ما يسمعش كلام البطاريه، فكل خلايا القلب ترتعش، بدل ما القلب كله بيضخ مره واحده وبيطلع مضخ الدم يبقى كل واحد بيدق لوحده ومفيش دم طالع للمخ، يتوقف القلب، تموت خلايا المخ، يموت الانسان. في النهايه انت مرهون عند ربنا بحتة كبدة صغننة، دم حتة كبدة صغيرة، دم صغيرة متجلطة وقفت، بس ربنا أراد إنها بدل ما تقف في الشريان بتاع إيدك ولا في الشريان بتاع ودنك ولا في الشريان بتاع رجلك، وقفت في الشريان اللي بيغذي بطارية القلب. أوبا. وقفت في الشريان اللي بيغذي الجزء الأمامي كله من القلب، فالقلب كله شغال والجزء الامامي المهم ده مش شغال، فبقت العضله نصها شغال والنص الثاني او اكتر من 60% مش بيدق، فما بقاش في قوه للمضخه، فما فيش دم للمخ، فكله يموت وساعات تتلحق. فالقصد انت مش ضامن عمرك هيخلص امتى، كل واحد عارف شهاده ميلاده لكن ما حدش عارف تاريخ وفاته، امتى شهاده وفاته. واحد اهو في اوائل الثلاثينات او في اواخر العشرينات مات بسبب ممكن يحصل لناس كتير، والحزن ليه علاقه على فكره كتير، يبقى الحزن والعامل النفسي ليه علاقه، انا بشوفها كتير. لذلك اوعى تنام في يوم من الايام وانت زعلان قوي، الموضوع مش مستاهل، انت زعلان عشان العربيه مخبوطه ونايم زعلان قوي، انت هتموت والعربيه حد تاني هياخدها، مش مستاهل يا كابتن. صح، قاعد قدامي كابتن من كابتن مصر هو اللي قال لي الاخبار دي، وقلنا نعمل فكره عن الحلقه دي عشان الناس تعرف. فنتعلم اربع حاجات من الموضوع ده عشان ما اطولش عليكم. اول حاجه
ان يعرف ان كل شيء بقدر من الله، وان ربنا بس بيحط اسباب، لكن ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيفعل في الحقيقة. تاني حاجة، لو شفت واحد داخ قدامك نتيجة انه شاف منظر او على محطة اتوبيس، او واحد من كتر العرق داخ، او واحد هبط قدامك، او واحد كبير في السن واقف بقاله كتير في طابور وهبط، او واحد شاف حادثة او منظر صعب فقرف كده والاشمئز وبعدين وقع، سيبه نايم ما تقعدوش، وبعد ما ينام خليه على الارض نايم، ارفع له رجله على حاجة عليه. طب هنسيبه نايم على الاسفلت كده التيشيرت هيتوسخ، احسن ما يموت. سيبه نايم وارفع رجله على حاجة عليه. ولو انت تعرفه وعارف انه مريض سكر ولقيته عرقان، يفضل لو تحط له شوكولاتايه او ملبسه او حاجه مسكره، السكر الوطي بيموت. طب نفرض طلع دي غيبوبه سكر عالي، السكر العالي مش هيموت. لكن لو ده سكر يعني اللي بيجي لنا المستشفى سكره وعنده غيبوبه سكر واطي او عالي بنديه سكر، بس الفرق ان لو اتاكدنا انه عالي بنديله انسولين يوطيه ومعاه سكر عشان ما ينزلش، لان اللي بيموت السكر القليل، فشوكولاتايه ولا ملبسه ممكن تنقذ حياته. لذلك انا ماشي معايا دايما شوكولاته ملبسه اسبرين يتقرقش. تاني حاجه، لو شفت واحد ماسك صدره جامد وعرق وبيصوت، اديله 4 اسبرينات يقرقشهم لحسن تكون دي جلطه في القلب. طب ولو ما طلعتش جلطه في القلب، الاسبرين هيضره في حاجه؟ ابدا. الوجع ده حتى لو كان وجع عظم اهو اسبرين مسكن، كانه ريفو، 4 وحدات اسبرين اطفال او واحده ريفو. تالت حاجه، لو واحد بيحس بدقات قلب سريعه ورفرفه كتير، يفضل لو يعمل رسم قلب مش هيكلفه 3 صياغ، عشان لو في مشكله في كهربه القلب ياخد لها دواء بدل ما تعمل توقف في القلب. رابع حاجه، لو ليك حد في العيله توفى صغير وفجاه، يفضل لو تعمل حاجه اسمها ايكو عشان تطمن ان ما عندكش تضخم القلب الوراثي اللي بيوقف القلب مره واحده. خامس حاجه، استعد للموت في اي وقت. طب يا ترى انا مداين مين وعلي حاجات لمين ومزعل مين؟ انا بقول لنفسي اهو، خلصهم بدري بدري بقى بسرعه. يفضل حتى ما تستلفش فلوس من حد، عشان ممكن يوقفك يوم القيامة ويبقى بينك وبينه الجنة عشان 1000 جنيه. ويفضل ما تستلفش فلوس من حد فقير، استلف فلوس من حد غني، عشان لو قالوا له الراجل ده مات سامحه هيسامحه، لكن لو ده فقير ودي آخر جنيه معاه هيقعد يدي عليك في قيام الليل 20 سنة. يعني فاهم أقصد إيه؟ ودايما دايما حافظ على الصلاة، وبالذات صلاة الفجر. من صلى الفجر فهو في ذمة الله. ودايما حافظ على اذكار الصباح والمساء، لانك لو حافظت عليها بانتظام هتقيك من اي سوء او اي شر. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم، اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ودايما اعرف ان انت لا حول ليك ولا قوه، ربنا اللي مشغل لك قلبك ومخلي عينك تشوف، مخلي لسانك ده بيتحرك ويتكلم، ومخلي الموتور شغال والكهرباء ماشيه كويس ومبيحصلش قفله ومفيش شريان اتسد، وبتعرف تاخد نفسك من غير ما تتضايق، والدم وصل للمخ وخلايا المخ شغاله، وايدك ورجلك بيتحركوا زي ما انت عايز. نعمه دي ولا مش نعمه؟ اي مشكله تانية في حياتك بقى، انا لو قلت لك هديك $1,000,000 الصبح هتبقى سعيد جدا. طب 10 مليون هتبقى سعيد جدا. طب لو قلت لك مفيش الصبح اصلا، انت بكره هتمشي، مقابل ان انا اديك ال 10 مليون دول، هتقولي لا مش عايزهم، يكفي ان انا صحيت، يكفي ان طلع عليا صبح، صبح وحش، صبح حلو، صبح وانا تعبان، صبح وانا مديون، بس طلع عليا الصبح، بقى عندي فرصة. عشان كده النبي كان يقول الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور، الحمد لله الذي رد إلي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره. إن ربنا يأذن لك تذكره، واشكر ربنا إن خلاك تذكره، قول له اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واشكر ربنا إن خلاك عايش تاكل وتشرب وتشتغل. ما تطلبش حاجة من حد، ما تحطش يقينك في حد، ما تفتكرش ان الدكتور هو اللي بيشفي، او ان الشغل هو اللي بيرزق، او ان الاكل هو اللي بيشبع، او ان العيال هم اللي بيعملوا عزوة، او ان البرشام هو اللي بيديني الصحة وبيخليني اقدر، او ان الفطار هو اللي بيقويني عشان اقدر انزل واشوف مصلحتي. ربنا اللي بيفعل كل شيء، كل دي اسباب. ربنا اللي مخلي قلبك شغال وعينك شغالة، حتة دم صغيرة متوقفة زي الكبدة كده تقف في شريان مهم في المخ، توقف لك ايدك ورجلك، شريان مهم في القلب تموت لك حتة من القلب او توقف لك عضلة القلب. فتستاهل ايه بقى لما انت تبقى كل حاجة شغالة فيك وانت ما بتشكرش ربنا؟ عشان كده الارض والسماء كل يوم الارض تقول يا رب اذن لي ان ابتلع ابن ادم، فقد يعني اكل خيرك وشكر غيرك.
فيقول ذروني وعبادي لو خلقتموهم لرحمتموهم. فدايما خلي كل همك ان اعمالك مع ربنا تبقى صح، طول ما انت مع ربنا صح كل حاجه هتبقى تمام. عشان كده دايما اقول حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت هو رب العرش العظيم. واعرف ان اي مشكله بتحصل لك في الارض سببها مشكله بينك وبين ربنا في السماء. اذكارك مظبوطه، مصلي مظبوط، يومك هيعدي كويس. انا فاكر كنت بركب قطار من 3 4 ايام كده، والقطر كان ميعاده فاضل عليه نص ساعه، وقلت انا هروح عشان اوصل بدري قبل ميعاد القطر. كنت رايح من مكه لجده، وانا متعود قبل ما اروح اي مشوار هصلي لي ركعتين بنيه التيسير، فصليت ركعتين وبس. لسه جاي اقول الله اكبر، قلت ركعتين كل ركعه فيها دقيقتين او 3 دقائق، 6 دقائق مش هلحق. انا هوفر الست دقائق وانزل وابقى اصلي لما اوصل، وانا عارف ان انا غلطان. رحت والقطر لسه ما طلعش، قالت لي الجيت بتقفل قبلها بفتره، فالجيت قفلت من 6 دقائق بالظبط. قلت لها انا عارف بتوع ايه الست دقائق دول. حاولت طيب ارجع التذكره، لا طب احجز التذكره اللي بعدها، انزل احجز التذكره اللي بعدها، انزلت احجز التذكره اللي بعدها، فاتتني ما لحقتهاش. التذكره اللي بعدها لو ما لحقتهاش بقى تبقى مشكله اكبر، لاني رايح مشوار مهم هناك. عرفت ان هي مش هتظبط الا لو ظبطتها مع ربنا فوق، فقمت صليت الركعتين بيقين وتوجه ومش هاممني. ربنا يسر لي، لقيت التذكره اللي بعدها ودرجه رجال الاعمال بيزنس كلاس، وواحد قابلني قال لي ادفعها لك انا هديه. فالله يدلعك وييسر لك ويسهل لك امرك لو انت توجهت ليه بصدق، ولو انت طنشت وصليت كروته وما عملتش اللي بينك وبين ربنا صح بما يرضي الله، هتلاقي ايامك طلعت صعبه وما ارتحتش فيها. فدايما خلي يقينك على ربنا، وان ربنا هو اللي بيعمل كل شيء، وان ربنا اللي في ايده كل شيء، وما تخافش من حاجه وما تحطش في بالك حاجه طول ما انت راضي ربنا، هتلاقي ايامك كلها عدت زي الفل. الله يرحم الكابتن احمد رفعت وكل من مات من الشباب او الكبار، ونستعد لان انت ممكن تمشي في اي وقت. فدايما خلي بينك وبين ربنا عمار زي ما بنقول، حافظ على الصلاه، حافظ على اذكار الصباح والمساء، استغفر ربنا، اعمل عمل صالح، ارضي ربنا بانتظام، ما تزعلش حد، ما تخليش حد يزعل منك، نام وانت مش زعلان، نام وانت مش في قلبك شيء لاحد، لان دي مهمه قوي. وعيش كل يوم وكانه اخر يوم، عشان لو مت في اليوم ده تبقى على الاقل رضيت ربنا وعملت كل اللي عليك. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله كل خير على حسن استماعكم. كان معكم الدكتور رامي اسماعيل يحييكم، وادعو الله عز وجل ان يرحمه ويرحم كل امواتنا وابويا واموات المسلمين واموات العالم اجمع، ويغفر لهم ويحاسبنا حساب يسير، ويرزقنا بلا اله الا الله عند الموت، ونعيش بقى الحياة التانية الجميلة، ندخل الجنة ونشوف النبي ونشوف وجه ربنا الكريم، ومفيش حاجة تزعلنا، وهناك مفيش مرض ولا تعب ولا مغص ولا كنكور ولا أسبوسيد ولا جلطة، ولا عليا ديون، ولا النور غالي، ولا المية غالية، ولا الإيجار غالي، ولا الأكل غالي، ولا الواد تعبني، ولا مراتي مزهقاني، ولا قضية طلاق، ولا قضية خلع، ولا قضية نفقة، ولا مش عارف إيه، ولا عليا فلوس، ولا كل حاجة سهلة ومريحة، وهتعيش مبسوط، تاكل وتشرب ببلاش، وتتجوز ببلاش، تتجوز كذا واحدة، وتعيش سعيد ومفيش نوم حتى، صاحي على طول 24 ساعة وسعيد، وكل يوم سعادته أعلى من اللي قبله، ومبسوط وفرحان. ولو عايز تتوقع أو تتخيل اقرأ سورة الإنسان، صح؟ إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، أمال ليه؟ إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم، اليوم الصعب ده، ولقاهم نضرة وسرورا، وجزاهم بما صبروا، اصبر بقى، جنة وحريرا. وشوف بقى الدلع، متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا، يعني مفيش شمس، الدنيا نهار بس مفيش شمس وحر وتكييف ولا زمهريرة ولا برد، جو ربيع وجميل. ودانية عليهم ظلالها، يعني الظل بتاع الجنة قريب، وذللت قطوفها تذليلا، يعني القطف بتاعها يبقى متذلل كده يجيلك لحد عندك تاكله. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا، حاجة كده شفافة، قوارير من فضة قدروها تقديرا،
ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. وفيها عين بتطلع عينا فيها تسمى اسمها ايه؟ سلسبيل. ويطوف عليهم ولدان مخلدون، عيال كده على طول مخلدة ما بتموتش، بيطوفوا عليك يعني يخدموك. إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منصورا، عاملين زي اللؤلؤ، العيال اللي بتخدمك لؤلؤ، أمال أنت عامل إزاي؟ وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، عليهم ثياب سندس خضر وإستبرق، وحلوا أساور من فضة، وسقاهم مين؟ ربهم، يا سلام، شرابا طهورا. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. يبقى ما تستاهلش الدنيا دي أي حاجة، بس أصبر. أما أبويا توفى جبت كتاب كده اسمه حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، بيوريك قصص الناس اللي ماتت وناس بعدها شافوهم في المنام. فكان قصة من القصص، واحد مات فزميله شافه فبيقول له ماذا فعل الله بك؟ قال له غفر لي وأدخلني الجنة. وقال له وماذا فعل الله بفلان؟ قال له ربنا غفر له ودخله الجنة. قال له فلان؟ قال له ربنا غفر له ودخله الجنة. قال له فلان؟ قال له هيهات هيهات، إنه مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في حتة أعلى مننا كلنا. قال له وبما ذلك؟ قال له بكثرة صبره على ابتلائه. عشان كده ربنا بيوفي الصابرين أجرهم بغير حساب، معنى بغير حساب يعني مش هيتحاسب، أو بغير حساب يعني شيك مفتوح من غير حساب، عايز مليون اتنين، عايز قصر اتنين تلاتة أربعة، بغير حساب. زي ما واحد كده يجيب أربعة قدامه ويقول ده هديله 100,000 وده مليون وده مليار وده عندي أنا. لذلك أعلى عمل يرضي ربنا هو إنك تكلم الناس عنه. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. فربنا اللي بيديله الأجر، من كتر ما أجره كبير ربنا قال فادعي الناس لربنا وكلم الناس عن ربنا وحبب الناس في ربنا وانسى الدنيا دي، في الآخر في جنة جميلة وحلوة هتعيش فيها كويس، وحتى لو حد ظلمك في الدنيا انت في الفصل الاول، الفصل الثاني بعد الموت، فما تخافش. حتى لو شفت عيام سودة، حتى لو جوزك ضايقك، حتى لو مراتك مطلعه عينك، احنا في الفصل الاول، الفصل الثاني هتتدلع ان شاء الله وهتتهنى. بس خلي عندك يقين في ربنا سبحانه وتعالى، واعمل الاعمال الصالحه، وما تطلبش حد حاجه من حد غير ربنا، وخلي يقينك على ربنا واسال ربنا. حتى لو رايح تاكل سندوتش ادعي ربنا، واي مشوار مهم او اي حاجه مهمه قوم صلي ركعتين وادعي فيهم ربنا، هتلاقي مشوارك تم والدنيا مشيت زي الفل. اتفقنا؟ مستعدين؟ ماشي. جزاكم الله كل خير، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.